الاسم نوال، الجنسية يوكي، اسم الشهرة نوال بريطانيا العظمى، المهنة ماكثة في البيت ودير ربع سوايع لايف في الفيسبوك، الهوايات تشري المسايس والحدايد سكارف العديان، المواصفات النظافة النقاء الفرح والمرح، قايمة بولادها وقايمة بدارها، الجمهور 40 سنة وما فوق، ماكثات في البيت مطلقات أو مهاجرات، التهمة الغيرة والحسد من ريبيكا وعدم حضورها لافتتاح صالونها في مدينة باريس. الاسم كارولين، المهنة تحب الرجلين، الهوايات تهضر على الرابر فلان في الستوري ديالها، المواصفات الكذب النميمة النفاق والغيرة، الجمهور فوق 40 معظمهم ماكثات في البيت أو مطلقات، التهمة إثارة البلبلة الجدل وزعزعة العلاقات بين المؤثرة الإنجليزية نوال يوكي AKA بريطانيا العظمى والمؤثرة العالمية ريبيكا ربحي. تابعونا في القصة.